درع التيك توك اللي شو اطاره احمر على درع اليوتيوب. طبعا درع اليوتيوب اطاره اسود هو مفروض احمر، درع التيك توك اطاره احمر ولا مفروض اسود؟ نايس. بما انه وصلني درع اليوتيوب قلت ما اسوي مقطع عادي ممل انه بس نفتح اليوتيوب، قلت خلينا نقارنه بدرع التيك توك اللي انا فزت بيه. فزت بيه ستعرفون بالمقطع. وايضا من راح نفتح درع اليوتيوب راح نشوفه ليش تغير عن السنوات السابقه. فهذا الدرع اللي وصلني هو درع 2018، شوفوه قبل 2018 كانت الدروع تختلف وكانت احلى للاسف، فخليت عده شغلات ومن ضمنها الجمال والشكل اللي راح يساعدوني بيه. فيلا نبدا بالمقطع. اول شيء نقارن بيه هو الوصول. تقول شنو الوصول؟ التاخير وهاي سوالف بالنقل يعني هاي الامور شبه. طبعا تيك توك حاجوني قالوا لي اريد اسمك وعنوانك ودزيت لهم كل هاي المطلوبات، قالوا لي ان شاء الله يوصل لك عن قريب. وانتظر 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 ماكو تايات. الله يذكره بالخير اذا موجود هسه. طبعا انا ستايات كلش ساعدتني وايد بالتيك توك. فالمهم الستايات مره قلت لي هيك وهيك ماكو لا حصلت شيء لا صار لي شيء، اريد اي حافز معنوي. فكان يعني انتظر الدرع كلش يعني مال تيك توك فزت بيه ست اصليك. كان قال لي يا ليش ما وصل لك؟ قلت له لا. قال لي بس خلي اشوف. The next day راح ثاني يوم جتني قالت لي صاير خطأ، واحد غيرك اخذ الدرع. تخيل واحد قاعد بالبيت يجي درع فايز بفتشي على الشرق الاوسط. المهم قالوا لي تعذرنا وراح ندز لك واحد ثاني، وهم طول فترة ووصل يعني شوية كانت الوصول مالته يعني لك علي، بس يعني نحسب انهم انهم دزوا ثاني. اما اليوتيوب دزيت لهم المتطلبات وسويت هاي الامور مال استمارة وما ادري شنو. قالوا لي اول ما يكمل الدرع مالتك راح ندز لك رسالة. تقريبا ورا اسبوع خمس ايام بس راح احط لكم رسالة. جاني رسالة على ايميل من شركة يو بي اس اللي هي شركة اللي توصل. يوم 17 يمكن دزوا لي رسالة. قالوا لي يوم 24 يوصل لك الدرع. قلت ما يعني ذول الديحجون معقوله بيومين. يوم 23 دزوا لي ايميل ثاني، جهز نفسك باكر راح يحصل لك الدرع. مستحيل يعني معقوله شيء بهالدقه عندهم، يعني ادري امريكان بس مو لهالدرجه. The other ingredients are 50 mm. يوم 24 قاعد العب انا ورا الضارب 12 الظهر موبايل الدق. الو بواي عين استاذ وصل لك الدرع وما شنو مبروك صافون. معقوله شيء يوم 24؟ هم من قبل 10 ايام يدرون يعني وات. فتعجبت حيل شلون يجعلون مكاني يعني ما اعرف وين واصلين. اللحظه باليوم نفس اليوم يقولوا لك راح يوصل يوصل. هاي القصتين مالتهم، وبالنسبه لي راح اختار اليوتيوب. فالنقطه الاولى تروح لليوتيوب درع اليوتيوب. ثانيا اي باكج ارتب. طبعا الباكج شيء كلش مهم يعني مرتب اذا يجيك راح تحس بالفخامه. فخلينا نشوف اي باكج ارتب. طبعا هذا باكج التيك توك، ومثل ما قلنا لكم شو احمر وهو تيك توك مو احمر اسود. ويعني مثل ما تشوفون ما بي اي شيء بس مجرد الدرع. باكج صراحه عادي ما بي اي شيء مميز. اما درع اليوتيوب لا بالعكس. هسه من راح نفتحه ونشوف شوفوا يعني بالداخل هاي المدري شنو هي فلينا يمكن حامي تعزل ورقه رساله. خل اقرا لكم رساله. ومثل ما قلت لكم ورقه رساله. طبعا ورقتين طلعن هاي ورقه. طبعا ما اعرف شلون افهمكم بس مو ورقه مدري شنو. فأكيد هي رسالة تنزل كل واحد حصل هذا الدرع، يعني مو شيء مميز بس ليه، بس يستل شيء حلو. أنا صراحة أحب أفتخر بالإنجاز حتى لو أغلبية محصلي. بس المهم كاتبي لي سام 100 سبسكرايبرز يعني 100 سبسكرايبر. How far have you come؟ أقول لكم راح أحكي لكم بس العربي. راح أدزكم أحط لكم صورة بالإنجليزي وأنا أحكي لكم بالعربي. يقولوا لي لأي بعد وصلت انت؟ يقولوا اذا كل واحد من المتابعين الضايفيك هو سنة ضوئية راح تقدر تطلع من ال انما انت خلقت مكان متصلين. طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. المهم ما شو سالفه صارت طويله واشكروني وما ادري شنو هاي وعاشيدهم. طبعا رساله كلش حلوه ومرتبه مثل ما قلت لكم. هاي رساله ثانيه يقولوا لي عاشيدك وما ادري شنو هاي الامور، ويقولوا لي اذا اي شيء صار بالدرع بالشيبمنت هاي حاكينا هنا. الحمد لله ما بي شيء. شوفوا تشوفون عم تنحسب. صدق درع التيك توك انا كاسره كسر وهاي صامغه طبعا مبين عندكم. ما مداني افرح، ما مداني انبسط الجزء من الثانيه. الله وقع بالغلط. من يومها طببته بالباكج مالته وبعد ما طلعته قلت حتى لا يتكسر، حتى درع اليوتيوب ما طلع حتى لا يتكسر لان اخوكم والله ما جهالي ورطوني. لا كذب انا بوقتها وقعته فاهي مطي. فمثل ما شفت الباكج اكيد يعني اي انسان فاهم معاق راح يقول الباكج اليوتيوب يفوز. فالنقطه الثانيه شنو هاي؟ درع اليوتيوب همها هم فاز، معقول راح يصير درع اليوتيوب نتيجه فارقه؟ خل نروح للنقطه الثالثه، التقدير من قبل التطبيق، راح تقول شنو هاي؟
شركة تيك توك ما راح تعطيك أي شيء، لا درع لا أي شيء، أي شيء ما راح تعطيك. إذا جبت 100,000 200,000 300,000 400,000 ما راح تجيب لك أي شيء، حد ما توصل مليون. أنت توصل مليون حيدزولك هيك إطار وبيورفع خدرة حد. طبعا انا الصراحه اقدر اتفهمهم لان واي ناس يوصلون، وذاي مثلا مثل اليوتيوب خلون درع الذهب والجولد خلصون ذهب، لان كوما يوصلون مليون بالتيك توك بسرعه ما تدري شنو السالفه. لذلك ماكو ما تحس اكو تقدير من التيك توك. انا سعدي نص مليون على التيك توك وكل شيء ما وصل لي. انا قلت لكم هذا الدرع انا فزت بيه، بس تجيكم قصتي هذا الدرع شلون وصلني. طبعا مثل ما تقرون هنا مكتوب بيست شورت فيلم اون تيك توك فيلم الدراما. طبعا كانوا كل سنه تنزل تحدي مال افلام قصيره على وقت ستايات. انا كان عندي 50,000 ستايات حاجتني، كانت كلش يعني تحب محتوى هاي وتساعدني، دائما احب اشكرها. قالت لي زين تعال لازم تشارك بهذا التحدي، وانا كان مو حيل قوي يعني ب 50,000 كان مو حيل مقطع، وحتى احط لكم المقطع هسه. كتبت فكره وكلش حلوه وها وكنت مستعد لها وها، كان يصير حادث بغداد. طبعا اتذكرها بس ما اقدر اطلع لكم لقطه زين هاي، بس انا انفجار باب الشرجي وقتها ضجت يعني حيل ضجت، خرب واسي من المقطع. غيرت المقطع كله على الشهداء اللي راحوا، سويت هذا المقطع على قاله بالتيك توك. وشفت اللي عليك تسويه انك تشارك مسابقه تيك توك وتصور فيلم مدته دقيقه، والمفاجاه الحلوه هذا اكثر شيء احب اسويه، فقلت لازم اصور مقطع قصير على رغم ما عندي كاميرا عادي. فظليت اكتب وافكر قصه قصيره، اخر شيء كملتها وقبلت اصورها بس. ورا فترة يعني ماكو ستايات ماكو تناسب تصار على المقطع هاي مدري شنو، بس اريد فشي حافز واحد يسوي الواحد. كان قال لي نسيت اقول لك بس تدز لي معلوماتك ومدري شنو هاي، ندز لك درع لان فزت بناحية الدراما. هي ما قالت لي بناحية الدراما بوقتها، بس قالت لي فزت بدرع شي تقدير من تيك توك. وهاي سالفة الدرع، وصل لي الدرع التيك توك اللي فزت بيه افضل فيلم اللي شفت لكم اياه، يعني 10 قلوصات كله فزت من هذا الشيء من ناحية الدراما. انا ما ادري شلون كنت اكو 3 فئات كوميدي وبعد مدري شنو، بس انا فزت من ناحية الدراما 10 قلوصات، يعني فخور بهذا الشيء. مدري طلعت تحس عن الموضوع هو، بس نرجع على التقدير من التطبيق. اما اليوتيوب لا، يقدرك اكثر. من توصل 100,000 راح يقدر هذا الانجاز، راح ينطيك درع مال فضي اللي اخذناه. بعد انت من توصل 10,000 او ما ادري ايش قد راح يفعل لك الارباح. من ناحيه التقدير تحسه بقدرك اكثر، ولو احنا الارباح يعني صح تعبان عندنا، بس المهم يعني على نحكي عن التطبيق. من ناحيه التقدير ما اعرف صراحه، لان انا هذا جبته بجهدي مال تيك توك، يعني انه مثلا وصلت رقم وهو اعطوني، لا انا بجهدي، بس استل انه هم ذكروني وجابوا لي وانا بالعراق وما من دبي. اعطي نقطه اليوتيوب نقطه تيك توك، صير 3-1 حاليا. رابعا احكي كم عن الهوديات. ترى بقى اسبوع واحد او 10 ايام تقريبا وينتهي الشهر اللي بادي بيه، ما راح ينتهي، راح اخذ واحد من السبسكرايبرز مثل ما قلت لكم ويربح بهودي قبل الكل. فلا تنسى الاشتراك خاصه هالفتره حتى تدخل ويانا بالسحب على الهودي اللي قلت لكم عنه مقطع فين. خامسا تفاعل الناس، على الاقل بالنسبه لي طبعا تفاعل الناس بدرع اليوتيوب ولا بدرع التيك توك. طبعا صراحه درع التيك توك احس يعني جاب تفاعل اكثر بهواي عن هسه الدرع اليوتيوب، ولا سبب اكيد، لان الناس هسه حاليا ما قاعد يباركولي. من وصلت 100,000 باركولي، من وصلت ما ادري شنو باركولي، فمن كثره المباركات احس من جبت درع التيك توك ما صار ذاك التميز والعالم. صحيح انا يعني كلش مع مشكور الناس باركولي وهاي، شفت نشرت الباحه حسيت من يعني بوقتها كان اقوى بهواي، يعني حتى البوست مال التيك توك يعني اكثر بوست عندي بيه لايكات على الحساب. فأنا ناس نقطة تروح للتيك توك صرت 3. سادسا أي درع فرحنا أكثر، فعندنا أي درع فرحنا أكثر. ترى الصراحة يعني أحكيكم الصراحة كنت بوقتها عندي 60,000 بس، يعني قليل، وعلى تيك توك بس ما عندي لا أي قناة على يوتيوب ولا هاي، واستوني بادي بسالفة يعني شهرة وهاي يعني مو ذيك الشهرة بس يعني استوني بادي. بوقتها كان تأثير مع الدرع التيك توك علي يعني شلون أحسها أقوى، فرحني أكثر، لأن يعني أنا بوقتها يعني من أنشر هاي يعني استوني وهاي وشاك بنفسي إنه هذا صحيح ده أسوي له لا، ما حد مسوي كان بالعراق والبداية، ترى مو مثل هسه يعني أبد ما حد كان يسوي شيء، يعني من جاني حسيت إنه أنا صح ده أسوي شيء صح ما دام قدر الناس برا، حتى لو الناس جوا ما يقدروني، لا ما دام الناس برا قدروني يعني شيء صحيح ده اسوي. يعني من بعد قناه بي سي ودبي من دبي وشركه كامله مال تيك توك مال يوتيوب، ما يعني الحمد لله والشكر بالعكس، يعني كلش ثمار التعب مالتك مال صار لي كم شهر وصلت لهالشيء، اجازوك بهالشيء، اجازوك بالعدد المشتركين والمتابعين والحبايب. استغل يعني احكيكم الصراحه، بس بدي احكيكم اياها اكثر، تيك توك كان اكثر 3 كل. اما النقطه السابعه وقبل الاخيره فهي قد المده يلا حصلته.
يعني مثلا يوتيوب اني صار لي 8 اشهر انشر يعني باستمرار، يلا وصلت 100,000 يلا حصلت، يعني نقول 8 اشهر. اما تيك توك لا، يعني تيك توك نشر سنه كامله، يلا جتنا هاي الفرصه يلا جبت. يعني مثل ما فهمتكم مني راح اعطي نقطه لهم ولا راح اعطي نقطتي، هذا اثنينهم تعب وجهد، فنقطه تروح لهم اثنينهم، اربعه كل. النقطه الاخيره واللي صراحه حاير بيها فخليها عليكم وساعدوني بيها بالتعليقات حتى نعرف من الفايز، هسه اربعه كل، اللي هو الشكل والجمال. اي واحد اجمل عن شكل اليوتيوب حاليا؟ مو مثل قبل، لو مثل قبل كان بالراحه حطيته، يعني اشكاله قبل بالسنوات السابقه راح اعطيكم هاي الصوره وهاي الصوره وهاي الصوره وهاي الصوره، كان الفضه كامله، هسه لا غيروها مثل ما حشوفكم، هسه الفضه صارت داخليا والخارج الخشب ما اعرف شنو، فما صار فضه كامل، يعني اتوقع لان يلا ما يصرف لهم، يعني لو كان واحد من ذني كان بالراحه قلت لك هو، بس من غيره هذا الشكل صراحه انا مو كلش انا هذا الشكل. اما تيك توك ترى هو زجاجي، بس زجاج ما ادري شنو النوع يعني كلش ثقيل، يعني تكون شيء اثقل من درع اليوتيوب هواي، فما اعرف حاله، لان شكل التيك توك حلو وشكل اليوتيوب حلو، بس اليوتيوب مكتوب عليه اسمي تطريزي هواي، بينما التيك توك مكتوب افضل فيلم قصير وشي بيعني ذكرى حلوه وتجاوز شخص حلو وهذا مين مذكور 100,000، فما اعرف صراحه ما اعرف، راح اترك هذا الشيء لكم، راح اترك هذا الشيء لكم، كتبوا لي بالتعليقات اي واحد يعجبكم. سعيد بهذا الانجاز انه وصل للدرع، ولو لاكم طبعا اكيد ما راح اصله والحمد لله والشكر، المقاطع الجايه كلش حلوه ان شاء الله وبيس.